الصورة كده واضحة صح؟ تمام يا باشمهندس. تمام ماشي. دي مسألة جيفن فيها عمود بتوصل بيه كاميرا ب extended end plate connection عليها ستريننج اكشن مومنت، كمان جيفن الى القبعه الكاميرا اي بي اي 300، وقطع العمود مش جيفن بس هو واخده اي بي اي 300 برضه يعني زي الكاميرا جيفن برضه. المسافه دي اللي هي من الكومبريشن فلانج لحد نهايه العمود 4 متر وباقي المسافه 5 متر. هو بيقول لك ديزاين يعني انت اللي هتحسب كل حاجه، يعني هو هنا مش مديك ابعاد الكونكشن، انت مطلوب منك ان انت تحسب كل حاجه، يعني كل حاجه، خانه البليد ده قد ايه وابعاده، المسامير دي قطر كام وجريد كام وبسبيسنج قد ايه ما بينهم. وكمان بيقول لك تشيكل سيفتي بتاعت العمود، في عندك عمود اي بي اي 300 مثلا هو هياخده اي بي اي 300، فعايزك تعمل تشيك على العمود ده. فالأول كده هنشوف التصميم بتاع الوصلة دي المفروض عبارة عن ايه. الاكستندد اند بليت كونكشن ده بنتبع كده اسلوب في الحل، وهو اننا بنحول المومنت ده لكابل عبارة عن تنشن وكمبريشن. التنشن هيشيله المسامير اللي ناحية الشد دي، والمسامير اللي في البيرنج للعمود بنحط كده مسمارين يعني احتياطي، وساعات بنحط أربعة حاجة يعني هتفيد في التركيب بعد كده تركيب المنشأ. بنحتاج إن احنا نحط مسامير ناحية الضغط يعني، وكمان عشان نثبت البليت في العمود، لكن الكمبريشن فورس دي بتتنقل بالبيرنج للعمود يعني على طول ناحية الشد، هو اللي بنحط ناحية الفورس دي بنحط أربع مسامير، وهي دي الاكستندد اند بليت كونكشن. إن الاكستندد يعني البليت ده ممتد ناحية الشد كده، وكمان في مسامير. كويس، عايز أرسم لكم بس شكل الوصلة دي عبارة عن إيه في الكروس سكشن. لو جيت رسمت الوصلة دي في الكروس سكشن هتبان بالشكل ده. هيبان ان انت عندك كاميرا كده وفي حواليها بليد كده، البليد ده متمسمر فوق كده بمسمارين وتحت الفلانجة مسمارين، وناحية الكومبريشن ممكن يكونوا 2 أو 4 على حسب يعني، ممكن تلاقي الشكل عامل كده باعتبار يعني إن المومنت ده نتيجة حالات تحميل، ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده. أيا كان extended end plate connection دي هي ما يميزها إن في 4 مسامير ناحية التنشن، هما دول اللي بينقلوا التنشن للعمود. لو سمحت لو سمحت سؤال سريع، كويس اتفضل. هي دي كده البراكت مع البليت صح؟ ده كده الكاميرا، لو انت عايز تسميها براكت ماشي، الكاميرا دي اهي مع البليت اهو. بس كده تمام يا باشمهندس، شكرا. تمام ماشي. الوصلة دي بقى احنا عايزين نصممها، فاحنا قلنا هنحول المومنت ده، انا عندي شكل المومنت هو الشكل اللي هو ده السهم اللي فوق ده، فهنمسح ده.
انا عايز بقى اصمم الوصله دي. الوصله دي انا هحول المومنت ده لتنشن وكمبريشن. التنشن هيساوي المومنت على دبس الكاميرا وساعات بيطرح تخانه الفلانجه، باعتبار يعني ان المومنت ده هنحوله لتو فورسز في سنتر كل فلانج، فالمسافه بين التي والسي هتبقى الدبس كله ناقص تي على 2 من هنا وتي على 2 من هنا، اللي هو ناقص تي فلانج يعني دبس الكاميرا. كمان لو عندك نورمال بتقول بلس او ماينس ان على 2، بلس لو تنشن وماينس لو كومبريشن، ان على 2 باعتبار يعني ان النورمال فورس ده يتقسم جزء فوق وجزء تحت نص ونص. الكومبريشن بقى هيبقى المومنت على الدبس بتاع الكاميرا ناقص التي فلانج. العكس بقى يعني لو كومبريشن هتلاقي ان دبل ماينس دبل ماينس بيتجمعوا مع بعض، لو تنشن هتلاقيه بيطرح. بعد ما حولت المومنت لفورس تنشن وفورس كومبريشن، اتفضل. ماشي، هو حضرتك احنا طرحنا ليه هنا التي فلانج؟ مش المفروض بيبقى الام على دي على طول؟ ممكن تقول ام على دي على طول، وممكن يعني تلاقي في بعض الحلول يعني تلاقي ان هو بيطرح تي فلانج، مش هتفرق يعني. تمام حضرتك. يعني انت ممكن تقسم المومنت على الدبس على طول، ممكن ما تكتبش الجزء ده عادي. شكرا جدا. بعد ما حولت المومنت والنورمال كومبريشن وتنشن، انا كده دلوقتي عندي المسامير عليها تنشن وفي مسامير على كومبريشن، بس دي مش مهمه. قلنا البيرنج بيتنقل، الكومبريشن بيتنقل ببيرنج للعمود، فالمسامير ناحيه الكومبريشن دي مش مهمه. كمان المسامير كلها عليها شير راسي. فاحنا دلوقتي هنصمم الوصله دي، ان نتاكد ان المسامير اللي انا هختارها، لان هو بيقول لك صمم فانت اللي هتختار المسامير والقطر، اتاكد انها تنقل التنشن كله للعمود. كمان اتاكد ان المسامير كلها هتنقل الشير برضو للعمود. فنشوف بقى كده الحل مع بعض. هو هنا مش مديك قطاع العمود، فهو هيفترضه بـ IPE 300. أول حاجة الكاميرا دي بتيجي ملحومة في البليت ده، والبليت ده بيجي متخرم وبعدين بيتمسمر في فلانجة العمود. فهنعمل أول حاجة تصميم للحام اللي بين الكاميرا دي والإند بليت بنفس الطريقة، يعني بنفس البروسيديور هنعمله، اللي هو ان احنا هنحول المومنت لتنشن وكمبريشن، ونشوف اللحام اللي بينقل التنشن او الكمبريشن، او اللحام يعني اللي بينقل النورمال للعمود فين، ونصممه نحسب السايز والطول بتاعه. كمان اللحام اللي بينقل الشير هنصممه. يبقى اول حاجه انت عندك مجهولين، انت عندك طول اللحام وسايز اللحام عايز تعرفه. فهتفرض ممكن سايز اللحام مثلا بالماكسيمم، اللي هو التخانة الأقل من الحامين المربوطين مع بعض. التخانة هنا الـ S flange اللي هو سايز اللحام اللي بيربط الكاميرا مع الـ end plate، هو الأقل من تخانة الفلانجة وتخانة الـ plate. الـ IPE 300 تقدر تجيب تخانة الفلانجة من الجدول، هتطلع 10.7 مليمتر سنتي يعني. تخانة البليت غالبا أكبر، ممكن تطلع مثلا 2 سنتي، فاحنا هناخد ال S فلانج بالأصغر ما بينهم اللي هو سنتي. السايز بتاع الويب هناخده مثلا 5 ملي، وهو برضو هناخده بالماكسيمم اللي هو التخانة الأقل ما بين ويب الكاميرا وتخانة البليت، فهناخده مثلا بـ5 ملي. بعد كده هنحول المومنت والنورمال لفورس تنشن وفورس كومبريشن. قلنا الفورس تنشن دي فوق والكومبريشن تحت. المومنت اللي بيأثر على الدبس بتاع الكاميرا، ممكن تقسم على الدبس كامل، وممكن تطرح تي فلانج، نص تي فلانج ونص تي فلانج، يبقى تي فلانج كاملة، ممكن تطرح وممكن لا عادي. كده حسبت التي
مومنت على الدبس ماينس عشان الفورس كومبريشن ان على البلين. الكومبريشن فورس هي المومنت على الدبس بلس ان على 2 بقى علشان دي كومبريشن. بعد كده هنصمم اللحام، انا معايا المقاس ومعايا كمان الاطوال، انا هلحم بكامل عرض الفلانجة فوق الفلانجة، والطول الصغير ده بيكون 40% من العرض، من العرض الكامل. كمان اللحام هلحم يمين وشمال الويب بارتفاع 80% من ارتفاع الكمر، 80% من ارتفاع الكمر. هو هنا معتبر ان الكاميرا اي بي اي 300، بس يعني في الحال خدها 270، مش مهم يعني غلطة يعني. بس عموما يعني هو هنعتبر انها بقى اي بي اي 270، فالدبس هنا يبقى 270.8 في 270، هيطلع الرقم ده. يبقى طول اللحام الموازي للويب ده هو 80% من دبس الكاميرا كامل. هنحسب الاسترس اللي جاي على اللحام، وفي الكود الالاوبل ستريس للحام سواء كان عليه نورمال او شير ستريس 5.4 الاف التيميت بتاعه الحديد المستخدم. فالستريس نتيجه النورمال، مثلا النورمال انا عندي تنشن وكمبريشن، الاكبر ما بينهم هو الكمبريشن 24 طن. فلو قسمت ال 24 دي على اريه اللحام اللي بتقاوم النورمال، المومنت عموما بيشيلوا الفلانجات، جزء كبير منه بيقاوموا الفلانج. فاحنا هناخد اللحام اللي ناحية الفلانجات هو ده اللي هينقل القوة، بما ان الكمبريشن هو العالي فاحنا هناخد اللحام اللي ناحية الكمبريشن. الاريا دي هتساوي بي، البي كاملة بي فلانج في السايز بتاع الفلانج اللي احنا مختارينه هنا، زائد 0.4 بي فلانج في اس فلانج في 2. دي كده الاريا. هتقسم الفورس اللي هي السي على الاريا بتاعت اللحام اللي بتنقل الفورس دي، هيطلع 0.99 طن على سنتيمتر مربع. ده كده الاسترس اللي جاي على اللحام. طب الالاول كام؟ هو الفاي 5.7 في 0.4 الاف التيمت بتاعت الستيل، طلعت اكبر يبقى سيف. كمان في لحام في الويب، اللحام معروف يعني ان الشير بيتنقل معظمه بالويب برضه، فاحنا الشير فورس دي هينقلها اللحام اللي في الويب. فانا عندي خطين لحام 216 اللي هو 0.8 الدبس، 216 في اس ويب اللي هو 5 مللي في 2. كده انت جبت الاريا، هتقسم الفورس اللي بتاثر اللي هي الكيو على الاريا اللي بتقاوم. كده انت حسبت الاسترس اللي جه على اللحام، تقارنه بالالاول برضو اللي هو 5.4 في الاف التيمت بتاع الحديد. كده احنا عملنا تصميم للحام اللي بين الكاميرا والاند بليت اللي هو هنا، اللحام اللي بين الكاميرا والاند بليت. فاضل ان احنا بقى نعمل تصميم للمسامير، المسامير برضو هتنقل القوة. يعني الكاميرا بتنقل الفورس للبليت عن طريق اللحام، المسامير بتاخد الفورس من البليت تنقلها للعمود. فانا دلوقتي هصمم المسامير. المسامير هاخدها M16. اتفضل. ايش هو حضرتك الاريا ويب اللي هو حاسبها ليه؟ حاسبها للفلانج، حاسب الاريا بتاعت الفلانج، مش المفروض الاي دبليو دي الاريا ويب فوق في حساب اللحام لما حاسب الاف ده؟ لا دي اريا ويلد، ويلد ويلد دبليو دي ويلد. طب حضرتك لو لا لا انا بقول اريا اللحام اللي بتنقل القوه. طب لو السي دي كانت تي، التي هي الكبيره، كان هيختلف برضو الاريا ويلت ولا هي هي؟ لا 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 لا، هو الالاوبل ستريس في الكود واحد للفيلت ويلد سواء كان عليه نورمال ستريس او شير ستريس. النورمال ستريس ده تنشن او كومبريشن، الاكبر ما بينهم تاخده هو اللي بيعمل نورمال ستريس، الاثنين يعني بيعملوا نورمال ستريس، فالكبير تاخده تصمم بيه. تمام. الستريس للحام للفيلت ويلد واحد هو 5.4 الاف التيمت بتاع الحديد. ماشي، شكرا لحضرتك. بعد كده هنصمم المسامير. قلنا هناخد المسامير M16 جريد 10.9 بيرنج تايب والثريدز اكسكلودد من البلين اوف شير،
يعني الشرشرة اللي بتبقى في المسمار دي مش هعتبر انها موجودة في الشير بلين، ولو ان ده هو الكريتيكال ان انا اخدها معايا، اخدها انكلودد مش اكسكلودد. ده الافضل يعني، ان انت تقلل المقاومة على قد ما تقدر بحيث ان انت تضمن يعني ان انت في السيف سايد. فالافضل ان انت تفرضها انكلودد وتقلل الاريا بتاعة المسمار. على كل حال احنا دلوقتي هنصمم المسامير. انا هفرض قطر وجريد وهبتدي احسب الفورس اللي جاي على المسمار الواحد. الفورس اللي احنا قلنا هنحول المومنت والنورمال لتنشن وكمبريشن كابل. التنشن اللي هو 14 24 اللي احنا حسبناه من الخطوة اللي فاتت ده هيشيله اربع، هينقله اربع مسامير للعمود. فهقسم القوة دي على اربع، الفورس هتتنقل خلالهم بالتساوي. فيبقى كده القوة اللي جاية تنشن فورس جاية على المسمار الواحد هي ال تي بي على عدده، على عدد المسامير اللي ناحية التنشن، وغالبا بيكون أربعة يعني، أو أي عدد زوجي يعني، ممكن يكونوا تمانية لكن ستة ما ينفعش. لأن لا، لو جيت مثلا تحط مسمار هنا، مسمار مثلا يمين وشمال الويب، هتلاقي الويب بتاع المسمار التالت راشق في الويب بتاع الكاميرا، فمش هينفع يعني. فيبقى عدد زوجي يا إما أربعة يا إما تمانية عدد زوجي. ماشي، عدد زوجي يبقى القسم على 2، ستة برضه تبقى القسم، بس يعني أقصد يعني إن يمين وشمال الكاميرا يكون سيمتريك يعني، ما يكونش فيه مسمار جاي في الويب بتاع الكاميرا. طيب فالتي اكسترنال اللي جاي على المسمار الواحد هي التي بي على أربعة عشان هما أربع مسامير، جالي 3.56 طن. ده كده الفورس اللي هتيجي على المسمار الواحد. اقارنها بمقاومة المسمار الواحد اللي هو مقاومته في التنشن. ار تنشن بتاعة المسمار الواحد بتساوي فاي في الاسترس الالهبل في التنشن هو 0.8 الاف التمت بتاع المسمار في الاريا بتاعة البولت، وهي 0.78 باي على 4 في الدايمتر سكوير. جريد 10.9 الاف التمت بتاعته ب 10، يبقى 0.7 في 0.8 في 10، ده الاستريس الالابل في التنشن. في الـ AS ده هي قرية المسمار في الناحية المشرشرة، هي دي اللي هيحصل لها ممكن تتقطع يعني نتيجة التنشن، فهي دي الاريا الكريتيكال، فهتبقى 0.78 باي على 4 في الدايمتر سكوير. الـ threads excluded من الـ plane of shear، يعني في الشير لو المسمار ده اتكسر في الشير انا بفترض ان هو هيتكسر في الجروس اريا مش هيتكسر في الحته اللي مشرشره. لكن في التنشن لا، في التنشن المسمار لو عليه تنشن احتمال ان هو يتقطع عند الجزء المشرشر مش عند الكروس سكشن الكامل. لا ماشي، فده ده حسب الار تنشن بتاع المسمار الواحد لازم تكون اكبر من الفورس اللي جاي عليه اللي هي 3.56 طن. كمان نتيجة ان التنشن فورس دي بتأثر على الاند بليت بيحصل ديفورميشن كده للبليت. خلينا بس نرسم الديفورميشن كده ونعرف هنعمل فيه ايه. انا هرسم بلان دلوقتي، ده العمود، خلينا نرسم بتخانة مثلا، وده البليت الاند بليت، وهنا التنشن فورس اللي هي تي بي اللي هي كانت بتساوي المومنت على دبس الكاميرا ماينس النورمال على تي. في هنا مسمار مثبت البليت مع فلانجة العمود، ومسمار كمان مثبت البليت مع فلانجة العمود. نتيجة تأثير التنشن فورس دي البليت ده بيحاول يحصل أو بيحصل له ديفورميشن كده، هيحصل له ديفورميشن هنا وهيكمل كده، هيبقى عايز يعني يكمل بالشكل ده، فهيخبط في فلانجة العمود. فلانجة العمود صد الحركة دي بفورس أو برد فعل
اسمها براينج فورس. براينج فورس كويس. البراينج فورس دي في كده اختبار اتعمل علشان يطلعوا لها فورمولا. لو ايه بقى يعني في الاختبار ده عملوا ايه؟ فرضوا شوية رموز كده. اول حاجة ادي مسمار اهو، مسمار واحد، سموا العرض ده W اللي هو العرض اللي بيخدمه المسمار الواحد. سموا العرض ده W، سموا المسافة ما بين سنتر المسمار ونهاية البليت A. وهنا انت عندك مثلا دي الفلانج بتاعت الكاميرا اللي بيأثر فيها التنشن، سموا المسافة ما بين سنتر المسمار وفلانج الكاميرا B، وطلعوا قانون كده بيقول ان البراينج فورس تساوي نص ماينس دبليو تي بليت أس 4 على 30 اي بي سكوير في الاريا بتاعت البول، 3 اي على 4 بي في تقريبا كده. يعني هو القانون ده بيكون جيفن ده كله في الاخر مضروب في الفورس اللي جاي على المسمار اللي احنا حسبناه من الخطوه اللي فاتت. تعالوا نشوف بقى القانون ده هنعوض فيه ازاي. W هو قلنا العرض اللي بيخدمه البليت. في الحاله اللي عندنا دي العرض اللي بيخدمه المسمار الواحد هو نص عرض البليت، فيبقى B على 2. خلي بالك ان عرض البليت ده ممكن ما يكونش نفس عرض الفلانج، يعني ممكن انت تفرضه كده. انت ممكن تفرض عرض البليت زيادة عن عرض الفلانجة بتاعت الكاميرا بكام، يعني ممكن بعشرة ملي يمين وعشرة ملي شمال، سنتي بس سنتي ممكن، يعني ممكن تزود عرض البليت عن عرض الفلانج بتاعت الكاميرا، وممكن تاخده بنفس العرض مش فارقة. فقلنا ال W هو العرض اللي بيخدمه المسمار الواحد، ال T بليت هو تخانة ال End بليت، انت ممكن بقى تفرده في الأول، ممكن تفرده نسبة يعني من قطر المسمار واحد وربع قطر المسمار مثلا. ال A قلنا المسافة بين سنتر المسمار ونهاية البليت، ال B هو المسافة من سنتر المسمار ومكان تأثير التنشن فورس اللي هو التوب فلانج بتاعت الكاميرا. خلي بالك ال A دي احنا كنا بنسميها edge distance، وال edge distance دي minimum كانت بواحد ونص قطر المسمار. خلي بالك ان الاي دي ما ينفعش تقل عن المينيمم اللي هو واحد ونص قطر المسمار، البي برضو ما ينفعش تقل عن المينيمم اللي هي واحد ونص برضو قطر المسمار كويس. فالاي دي انت ممكن تاخدها بواحد ونص او اتنين القطر قطر المسمار اللي انت فرضته اللي هو ام 16 مثلا، البي ممكن تاخدها بنفس القيمه او ممكن تحسبها ان المسافه ما بين المسمارين دول هي البيتش ديستنس. هتكون في الحاله دي البيتش ديستنس بتساوي تي فلانج بتاعت الكاميرا، تي فلانج اهي، زائد 2 بي دي بي ودي بي، زائد 2 بي. تقدر تحسب من هنا البي، هتفرض بس مثلا البيتش. خلي بالك ان المينيمم بيساوي 3 مرات قطر المسمار، فعايز تجيب البي من المعادله دي ماشي، عايز تفرض البي زي الاي هي الادج ديستنس تكون اكبر من المينيمم مفيش مشكله. نكمل بقى الحل بتاع المسألة. فأنت هنا فرضت
البولت دايمتر ب 16 مللي، ال W قلنا العرض اللي بيخدمه في التجربة اللي عملوها عشان يطلعوا قيمة البراينج فورس دي، كانوا بيدرسوا مسمار واحد، هنا مسمارين، فهتاخد ال W هو المفروض ان زي ما قلنا الاريا او العرض، اسف، اللي بيخدمه المسمار الواحد، فعرض البليت ده كله هو 2 W، او ال W من الاخر هي نص عرض البليت. فتقدر تطلع قيمة ال W من هنا، لو انت مثلا فارض ان عرض البليت هو نفس عرض الكاميرا، فتقدر تطلع قيمة ال W اللي هي بيع على 2، او هو هنا فارض ان عرض البليت زيادة عن عرض الكاميرا ب 2 سنتي، فيقدر برضو يطلع قيمة ال W اللي هو القيمة دي على 2. البي زي ما بقولك ممكن تحسبها انها زي الاي، هي الادج ديستنس، وتكون اكبر من المينيموم، هو خدها هنا ب 2.5 الفاي، او ممكن تحسبها من المعادلة دي، ان البيتش ديستنس دي بتساوي 2 تي 2 بي، اسف، 2 بي زائد تي في الانج بتاعت الكاميرا. انت كده طلعت الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها في حساب البراينج فورس، قلنا اللي وهي دي رد فعل العمود على البليت. طب الفورس دي انا هستخدمها في ايه؟ رد فعل العمود على البليت بيجيب تنشن فورس زيادة على المسمار، فلازم تتشيك على المسمار تاني نتيجة الاديشنال فورس اللي جات عليه. فانت عندك التي فورس هي تي بي على 4، دي كده الفورس اللي جت نتيجة الدايركت تنشن على المسمار. في فورس تانية هتيجي نتيجة البراينج، والقانون بتاعها ده جيفن في الامتحان، نص ناقص دبليو تي بي اس 4 على 30 اي بي سكوير اي اس. اي اس دي هي الاريا بتاعت المسمار برضو في الجزء الثريدد، يعني الجزء اللي هو المشرشر ده، اللي هو 0.78 باي على 4 دايمتر سكوير، مقسوم على 3 اي على 4 بي، اي على 4 بي زائد 1 زائد دبليو تي بي اس 4 على 30 اي بي سكوير اي اس. ده كله مضروب في الفورس اللي جاي على المسمار اللي هو تي اكسترنال بولت. لما تحسب البراينج فورس هتلاقيها 0.912 طن. تجمع بقى تأثير البراينج على تأثير الفورس التنشن اللي جاي على المسمار الواحد هيديك 4.47، تقارنها بالارتنشن اللي هو الالاوبل تنشن بتاعت المسمار الواحد. بعد كده بتعمل تشيك شير، بتعمل تشيك شير على المسامير، المسامير دي عليها شير 3 طن، فهتقارنه بالار سنجل شير اللي هو فاي في 0.5 الاف التيمت بتاعت المسمار، لان انا مستخدم جريد 10.9 فعشان كده 0.5. في الاي اس اللي هو الاريا بقى بتاعت المسمار كامل اللي هو باي على 4 دايمتر سكوير، لان انا فارض ان الثريدز اكسكلودد من الشير بلين، الان هنا بواحد لان هو سنجل شير. كمان هتتشك على الار بيرنج، بس غالبا يعني الار سنجل شير هي اللي تطلع كريتيكال يعني، بس برضه لازم تحسب الار بيرنج اللي هو الفاي في الدايمتر بتاع المسمار، في التي مينيمم، في الاف التيمت بتاع البيز بليت، في فاكتور اسمه الفا بيعتمد على الايدج ديستنس. هتاخد الار ليست ما بينهم، تعمل تشيك انها اكبر من الشير اللي جاي على المسمار الواحد، لان دي مقاومه مسمار واحد. الشير اللي جاي على المسمار واحد هو 3 على عدد المسامير كلها، عدد المسامير كلها هنا 6 مش 4، 6 مسامير، فهتقسم ال 3 طن اللي هو الشير فورس، الشير الكلي اللي جاي على المسامير 3 طن، هتقسمه على 6 مسامير، تجيب الشير اللي جاي على المسمار الواحد. انت كده عندك المسمار عليه تنشن وعليه شير، تاخد تأثيرهم الاتنين مع بعض بانتراكشن ايكويشن. الانتراكشن ايكويشن عبارة عن الفورس على الالاوبل سكوير وتجمعهم على بعض. الفورس هي الشير، الالاوبل هو ان عدد المسامير في مقاومة المسمار الواحد، او تقسم الفورس على عدد المسامير. انت كده جبت الفورس شير فورس على مسمار واحد على مقاومة المسمار الواحد اللي هي ار شير. يعني حتى هنا لو كانت الار بيرنج هي المينيمم، بتقسم هنا على الار شير،
فانت ما بتقسمش على الار ليست، لا انت بتقسم على الار شير، ار سنجل شير او دبل شير ايا كانت، يعني الكل سكوير زائد التي اكسترنال بولت زائد البراين، لان دي كده القيمه الاكبر، انت زودت التنشن على المسمار مقسوم على الار تنشن بتاع المسمار ده، كده القوه اللي جايه على المسمار الواحد مقسومه على مقاومه المسمار الواحد الكل سكوير. لما تحسب ده لازم يكون اقل من واحد. احنا كده عملنا تشيك على المسامير في التنشن وتاكدنا انها تنقل القوه دي للعمود، عملنا تشيك على المسامير في الشير وعملنا انتر اكشن ما بينهم، كمان عملنا تشيك قبلها على اللحام، يعني الكاميرا ملحومة في البليت، اللحام هو اللي بينقل القوة للبليت، وبعدين البليت بينقل القوة للعمود عن طريق المسامير. فاحنا صممنا اللحام وصممنا المسامير، فاضل ان احنا نعمل تشيك على البليت بقى، الاند بليت ده لازم اتأكد ان التخانة اللي انا حسبتها دي اكبر من المينيمم، اكبر من التخانة المينيمم المطلوبة للبليت ده. طب ازاي احسب التخانة المينيموم دي؟ تعالوا كده نرسم شكل بلان برضو للبليت. انا هرسم برضو بلان للعمود اهو، متوصل بيه الاند بليت، دي المسامير. احنا قلنا البليت ده لما تيجي تحت تأثير التنشن ده بيحصل له بيندنج بالشكل ده، بيحتاج يرجع لورا كده يكمل البيندنج ده، بس هيلاقي الكمبريشن الفلانج بتاعت العمود هترد عليه فورس اسمها بي، دي البراينج فورس. المسمار ده بيجي عليه قوة اسمها تي بلس بي. احنا قلنا المسافة ما بين سنتر المسمار ونهاية البليت اسمها ايه، المسافة من سنتر المسمار والبيم اسمها بي. كويس، فلو اعتبرت ان المسمار ده عامل سبورت للبليت فانا هحسب مومنت عند المسمار هسميه ام واحد، ام واحد ده هيساوي البي اللي هي البراينج فورس مضروبة في مسافة اسمها ايه اللي هي من سنتر المسمار لنهاية البليت. كده انا جبت مومنت عند المسمار. طب انا عايز اجيب مومنت عند مكان تأثير القوة اللي هو هسميه ام اتنين، ده بيساوي ايه، بيساوي بي في ايه بلس بي اللي هو المسافة دي. المومنت ده بيلف كده ماينس، لأن القوة دي بتعمل مومنت عكسه، تي بلس بي ده كله مضروب فيه المسافة بي. لو حسبت ال ام اتنين دي هتطلع لك بي في اي بلس بي في بي ماينس تي في بي ماينس بي في بي، هتشطب دي مع دي يطلع لك ام اتنين في الآخر بي في اي ماينس التنشن فورس في بي. نفكر تاني ان التي دي هي الفورس اللي جاية على المسمار الواحد اللي هو التنشن الكلي على عدد المسامير ناحية التنشن اللي هو هنا 4. البي دي البراينج فورس اللي احنا حسبناها، فانت عندك دلوقتي ام واحد و ام اتنين، المومنت ده تعالى كده نرسم البليت لوحده، بليت اهو، المومنت ده بيلف حوالين يعني بيعمل بندنج للبليت في الاتجاه ده، يعني التنشن بيكون هنا كده والكمبريشن بيكون هنا. فالمومنت ده يقاومه المحور ده، هنسميه مثلا محور اكس بتاع البليت. الريزيستنس بتاعت البليت اللي هي الام ار بتساوي فاي في زد اكس في اف فيلد.
يبقى انا كده عندي فوق ايه الزد اكس بتاعت البليت اللي انا رسمه ده حوالين محور اكس بيساوي ايه؟ انت عندك العرض ده اللي هو دبليو، والمسافة دي اللي هي تي بليت. الزد اكس احنا الاول المفروض ان احنا بنحسب مكان النيوترال البلاستيك نيوترال اكسس، وهو هنا في النص لانها سيمتريك. الاريا اللي فوق اللي هي دبليو في تي بليت على الاتنين في البعد اللي هو تي بليت على اربعة، الاريا دي دبليو في تي بليت على اتنين، البعد من السي جي لحد سنتر البليت كله هو تي بليت على اربعة. الكلام ده كله مضروب في اتنين لان في اريا فوق وتحت، فيبقى ده كله في اف ايت. يبقى انت كده عندك في الاخر ده فاي، دي الام ريزيستنس بتاعت البليت، فاي في دبليو في تي بليت سكوير على اربعة في اف ايت. كويس، المومنت ده دي الريزيستنس، وده المومنت اللي جاي على البليت. هاخد الكبير ما بينهم الام واحد والام اتنين، هاخد الكبير ما بينهم ام ماكسيمم هو الاكبر ما بين ام واحد وام اتنين. فلو سويت ده بالام ماكسيمم اللي جاي على البليت، يبقى انا كده عندي التي بليت هيطلع بقى بيساوي ايه؟ بيساوي جذر اربعة ام ماكسيمم على فاي في دبليو في اف يلد. دي كده المينيموم بليت ثيكنس، ده المينيموم بليت ثيكنس اللي لازم تحققه للاند بليت ده. طيب انت فرضت تخانه للبليت وانت بتحسب البراينج فورس، تعالى نرجع كده، واحنا بنحسب البراينج فورس كان طالب التي بليت خانه البليت، ففرضناها علشان نعرف نحسب قيمه البراينج فورس. لازم بقى تتشك انها تكون اكبر من المينيموم اللي انت حسبتها اللي هي التي بي دي. احنا فرضناها هنا ب 2 سنتي، هنروح بقى نتشك على الاند بليت ده. يبقى التي بليت مينيموم هو طلع 1.2 سنتي اقل من اللي انا فرضه، تمام، ده كده المينيمم ما ينفعش اقل عنه طالما ما قلتش عنه، تمام. طب قلت عنه خده بقى بالمينيمم، يعني خد التي بليت هي المينيمم، يعني لو دي مثلا كانت طلعت 3 سنتي خد التي بليت بتاعتك ب 3 سنتي والغي بقى الفرض اللي انت فرضته. كده احنا صممنا اللحام، طلعنا السايز بتاعه وطلعنا طوله، كان صممنا المسامير القطر والجريد والمسافات ما بينهم، وعملنا تشيك على الاند بليت ان هو يقدر فعلا ينقل القوه دي. فاضل ان احنا بقى يعني كان المطلوب الاخير في السؤال، وهو ان انت تعمل تشيك على الكولوم سيفتي. تشيك كولوم سيفتي في الكود تشابتر اسمه تشابتر 10 في الكود اسمه design consideration for members subjected to concentrated loads. طب ايه ال design consideration ده؟ انت عندك لو عندك concentrated load بيأثر على member، لازم تعمل تشيك على شوية حاجات كده. ال concentrated load ده كان لو كان tension شد، لازم تعمل تشيك حاجة اسمها flange local bending، ان تحت تأثير التنشن الفلانج ممكن تتني بالشكل ده، فلازم تتأكد ان تخانة الفلانج كافية انها تقاوم التانية دي، تقاوم القوة اللي جاية عليه. فده احد التشيكس انت عندك هنا. طب فين هنا الكونسنتريتد لود؟ انا عندي حولت المومنت اللي جاي على الكاميرا والنورمال الى تنشن وكمبريشن، ده كان طريقة الحل اللي انا حليت بيها. فانا عندي فورس مركزة ناحية التنشن اللي هي التي، وعندي فورس كمان كونسنتريتد ناحية الكمبريشن اللي هي السي، فلازم اعمل تشيك على العمود لان القوة دي في الاخر بتأثر على العمود. الممبر هنا بقى هو العمود،
لازم اعمل تشيك على العمود ان هو يقدر يستحمل القوة دي من غير ما يتشوه، من غير ما يحصل له تشوه. فهنعمل اول حاجة فلانج لوكال بيندينج، التشيك ده الار المقاومة بتساوي فاي اللي هي 0.85 في 6.25 في تي فلانج سكوير في اف فيلد. القانون ده جيفن مش حفظ يعني. التي فلانج هنا هي بتاعت العمود، التنشن فورس بتأثر على العمود، هي بتشد العمود من هنا كده، فالفلانج ممكن تتني بالشكل ده. بعد ما حسبت المقاومة اللي هي 5.64 في تي فلانج سكوير في اف يد، لازم تكون أكبر من التي، من التنشن فورس اللي جاية على العمود. فلو جينا هنا كده عندك فلانج لوكال بيندنج، المقاومة بتاعة الفلانجة بتساوي 5.64 في تي فلانج سكوير في اف يلد، لازم تكون أكبر من التنشن اللي هو 14 طن اللي كنا حسبناها. طلعت أكبر يبقى كده خلاص اللوكال بيندنج ده مش هيحصل. طيب لو كانت طلعت يبقى كده سيف، لو كانت طلعت ان سيف هنا البارامتر اللي متحكم في المقاومة هو التي فلانج، فتزود التي فلانج بتاعت العمود. طب ازود التي فلانج بتاعت العمود كله؟ يعني لو العمود عندي 8 متر ازود الفلانجه كلها بكامل طول ال 8 متر؟ لا طبعا، هزود الفلانجه في الجزء بس اللي بيحصل له تشوه ده، الجزء اللي بيحصل له لوكال، حتى اسمها لوكال، لوكال يعني في جزء لوكال بيندنج. فانا هزود تخانه الفلانجه في الجزء اللي بيأثر عليه التنشن فورس دي. طب يعني اعمل ايه؟ يعني هاجي هنا في ظهر الفلانجة كده، دي فلانجة العمود، هاجي في ظهر الفلانجة عند مكان القوة دي وحط وألحم بليت، يبقى أنا كده زودت التخانة ببليت كمان. طب تخانة البليت ده دي أنت ممكن تفرضها نص سنتي سنتي، أنت ممكن تفرضها كمان. لو بيلت أب سيكشن ممكن تلاقي إن فلانجة العمود ماشية بتخانة ثابتة وتيجي عند الحتة اللي فيها مشكلة تزيد، تلاقي في زيادة كده في العمود وبعدين ترجع تاني التخانة لوحدها. فهنا ممكن استخدم بليت على بعضه، لو هو بيلت اب سيكشن بيبقى عبارة عن بليتس بلحمها مع بعض، فانا ممكن اجي في الجزء ده اقطع البليت والحم بليت كبير شوية ممكن يعني. ده في حالة ان هو لو طلع الفلانج لوكال بيندنج ده انسيف. تاني تشيك ده ناحية ده ناحية التنش. ناحية الكمبريشن بقى بيحصل حاجة اسمها لوكال ييلدينج. في ناس دايما بتربط ان لوكال ييلدينج ولوكال كريبلينج او كريبلينج ويب كريبلينج ولوكال ييلدينج ده بيحصل في الكرينجردر بس، لا الكلام ده مش صح. زي ما قلت ان في تشابتر في الكود، تشابتر 10 تقدر ترجع له، ده اسمه design consideration for members subjected to concentrated loads. وقال members يعني ممكن يكون كاميرا وممكن يكون عمود، فأي member عليه concentrated load تعمل اللي check ده عليه، لازم تعمل checks دي عليه اللي هو flange bending, yielding و crippling زي ما هنشوف دلوقتي. فال web local yielding هنراجع عليه بقى زي ما خدناه في ال crane girder كده، كان فيه مقاومتين. مقاومة أول حاجة لو اللود ده بيأثر على مسافة أكبر من دبس الممبر. طب دبس الممبر ده اللي هو إيه؟ دبس العمود. الفورس هنا الكمبريشن بتأثر على العمود، فلو الكمبريشن فورس على مسافة من نهاية العمود أكبر من دبس العمود تستخدم المقاومة دي اللي هي فاي في الطول ده اللي هو N بلس 5 K في T ويب في F يلد. طب لو عندك بقى القوة دي بتأثر على الممبر بس بتبعد عن نهاية الممبر ده مسافة أقل من دبس الممبر ده، أقل من الدبس، فالمقاومة هتقل شوية، فهتبقى فاي في تي ويب في اف يلد في الطول اللي هو ان بلس 2.5 كي، المقاومة قلت شوية. في الكرين جيردر احنا كنا بناخد الكيس بي دي على طول، ليه؟ لأن
اللود بيتحرك على الكاميرا كاملة، ففي احتمال ان هو يكون قريب قوي من نهاية الكاميرا، وبالتالي هتبقى المسافة اقل من دبس الكاميرا، فالكيس دي ممكن تحصل. فكنت دايما دايما الكيس الكريتيكال بالنسبة لي هو ان انا احسب المقاومة القليلة وقارنها باللود اللي جاي. لو سيف تمام يبقى المقاومة الكبيرة اكيد سيف، لو ان سيف يبقى كنت بعالج الموضوع ده، كنت بعالج الموضوع. هنا الموضوع بقى مختلف، هنا اللود ثابت، انا عندي الكمبريشن فورس دي قيمة ثابتة، الكمبريشن فورس دي اللي هي نتيجة المومنت والنورمال قيمة ثابتة، بتأثر على مسافة كام من نهاية العمود؟ بتأثر هو قايل لي كده 4 متر، فخلاص اشوف ال 4 متر دي اكبر ولا اقل من دبس العمود، طبعا اكبر. طالما المسافة دي طلعت اكبر من دبس العمود يبقى انا هشتغل على المعادلة اللي هي بتقول لي المقاومة بتساوي فاي في الطول ده اللي هو ان بلس 5 كي في تي ويب في اف اي. كويس، يبقى انا مش دايما هشتغل على الكيس دي، لا في الحالة دي بقى إن انا عندي اللود ثابت، وبالتالي هشوف المسافة ما بين مكان تأثير اللود ونهاية الممبر اللي بيأثر عليه اللود ده اكبر ولا اقل من الدبس، وعلى اساسه هستخدم المعادلة الملازمة. المعادلات دي ما بتكونش جيفن في الامتحان لان هي معادلة بديهية، هي area في stress، انت بتحسب القوة بتساوي مساحة في إجهاد، المساحة هو طول، اللي هو الطول ده اللي هو بيتأثر من الويب، هنشوف دلوقتي حسابه ازاي في التي ويب. يبقى انت كده كده مساحة الويب اللي بتقاوم في الاف، في الاف فيلد في الاسترس، وتضرب في فاي طبعا، الفاي هنا 0.95 تقريبا. فده دي الكيس لو اللود بيأثر على مسافة أكبر من الدبس، بيأثر على مسافة من نهاية الممبر أكبر من الدبس، لو أقل من الدبس بتكون الحالة مختلفة، دي أكبر من الدبس ودي أقل من الدبس. تمام، فتعالوا كده نشوف إحنا بنحسب المسافة دي إزاي لو الطول اللي بيتأثر من الويب. انا عندي هنا العمود اهو مربوط ببليت، وبعدين الكاميرا، الكاميرا دي في هنا كومبريشن فورس بتعمل لوكال ستريسز في الويب بتاع العمود. اقرب مكان من الويب بيتاثر بالقوة دي هو على مسافة سي من التوب فلانج. تعالوا كده نرسم كروس سكشن، المسافة سي اللي هي تي فلانج زائد الريديوس، تي فلانج زائد الريديوس ده كده أول مكان في الويب بيتأثر نتيجة تأثير القوة الكمبريشن دي. طيب زي ما خدنا في الكرين جردر، اللود بيتنقل في الستيل بميل 1:2.5، فاللود هنا مثلا كده بيتنقل بميل 1:2.5، فانت لو مشيت واحد افقي هتطلع 2.5 رأسي. لو مشيت واحد افقي هتطلع 2.5 رأسي. طيب انا مشيت واحد افقي هطلع 2.5 رأسي، طب لو مشيت سي افقي هطلع 2.5 سي، زيها من الناحية التانية. ليه؟ لان اللود ده بيأثر قلنا على مسافة اكبر من دبس الممبر، فيبقى هنا 2.5 سي. طب المسافة اللي ما بينهم دي قد ايه؟ اللي هي التي فلانج بتاعت الكاميرا، تي فلانج بتاعت البي. يبقى انت عندك الان بقى، هي دي كده الان كاملة، الان بتساوي تي فلانج بتاعت الكاميرا زائد 5 سي او كيزا زي ما تسموها يعني. ده كده الطول ال ان، هي اسف ان هي التي فلانج، هو القانون متقسم لي جزئين، جزء ان
والجزء التاني اللي هو الحتتين دول، يعني دي كده الان. الطول بقى كله اللي هو الطول اللي بيتأثر من الويب بيساوي ان بلس 5 كي، علشان هنا اللود بيأثر على بعد من نهاية العمود أكبر من دبس العمود، فالان تي فلانج والخمسة كي اللي هي 5 سي بتاعة العمود، اللي هي تي فلانج عمود زائد الريديوس. ده كده الطول اللي بيتأثر من الويب، ده الطول اللي بيتأثر من الويب. في تخانة الويب يبقى ال ويب في تي ويب، ده كده area في stress اللي هو اف يلد في فاي، يبقى انت كده حسبت مقاومة نتيجة اللوكال ييلدينج. لازم ده يكون أكبر من السي، لازم يكون أكبر من الكمبريشن لود اللي جاي عليه. طيب لو مطلعش أكبر، يعني لو طلع أقل يبقى unsafe. لو unsafe قدامك حل من اتنين، يا إما تستخدم دبلر بليد، برضو انت عندك هنا المتغير هو التي ويب، انت ممكن تزود التخانة علشان تسيف معاك، فانت ممكن تستخدم دبلر بليد حاجة كده ان انت تزود بيها تخانة الويب، بليد كده تلحمه في الويب. فهيبقى القانون ده هتشيل اي تي ويب بتقابلك وتعوض عنها تي ويب زائد تي ويب زائد تي بليد. اي تي ويب بتقابلك تشيلها وتحط تي ويب زائد تي بليد، ده اللي هو تخانة الدبلر بليد اللي انت هتحطه. تفرضه بكام براحتك، المهم تسيف يعني. او ان انت ممكن تستخدم ستيفنر. طيب يعني ايه الستيفنر ده؟ الستيفنر ده لو بصينا كده الكروس سكشن العمود، انت عندك الكمبريشن فورس جاي كده. الستيفنر ده بليت بيشيل فرق القوة اللي جاية على العمود والعمود مش قادر يشيلها. احنا قلنا مقاومة العمود في اليلدنج هي الفاي في الطول في التي ويب في اف يلد. المقاومة دي ممكن تطلع اقل من السي، فساعتها هتكون انسيف. الحل ايه؟ احد الحلول ان انا استخدم ستيفنر. الحل اللي فات قلنا دبلر بليت، وده اسهل حل. الستيفنر يعني سهل برضو، ولكن لو هتستخدمه محتاج تعمل شوية تشيكات عليه كده. لو هستخدم ستيفنر أبعاده إيه؟ أبعاده الدبس، ده اسمه دي ستيفنر، ده بيساوي دبس العمود ناقص 2 دي فلانج. البي هو عرض الستيفنر، ده اسمه بي ستيفنر، وكمان ليه تخانة اللي هو تي ستيفنر. لازم تعمل تشيك على الستيفنر ده سلندرنس، البي ستيفنر على تي ستيفنر لا تزيد عن 25 على جذر اف يلد. ده اول تشيك على الستيفنر. التشيك اللي بعده ده كده كومباكتنس. التشيك اللي بعده بتعمل تشيك نورمال ستريس. بص كده الجزء ده، الاريا دي والاريا دي اللي هي بي ستيفنر في تي ستيفنر، دي بتقاوم لود بيعمل نورمال ستريس عليهم، فلازم اتاكد ان هما يقدروا يشيلوا اللود ده. فهنقول 2 بي ستيفنر في تي ستيفنر 2، عشان هما انا بستخدم 2، ممكن تستخدم ستيفنر في ناحيه واحده. في اف يلد ده كله مضروب في فاي طبعا، ده يكون اكبر من السي. ده كده تشيك نورمال ستريس. كمان هتتشيك شير ستريس، ان السي دي بتعمل شير على الاجزاء دي من الستيفنر، فتتاكد ان فاي في دي ستيفنر في تي ستيفنر في 2، عشان هما 2 في اف فيلد. لا مش في اف فيلد، احنا قلنا الالاوبل ستريس في الشير بيكون اف فيلد على جذر 3. عموما الالاوبل ستريس في حاله الشير هو النورمال ستريس، الالاوبل نورمال ستريس على جذر 3، اللي هي في الاخر يعني بتطلع 0.6 الاف فيلد. ماشي، فدي او دي يعني 0.6 اف فيلد او اف فيلد على جذر 3.
ده يكون اكبر من السي برضو. فلو انت قررت تستخدم ستيفنر او لو اتفرض عليك كده في المسألة، فانت هتعمل التشيك كومباكتنس، تعمل تشيك نورمال ستريس وشير ستريس، وسهلين يعني، ما هي اريا في ستريس، تشوف بس الاريا اللي بتقاوم تضربها في الستريس الالاوبل سواء كان في النورمال او في الشير اللي هو اف يلد على جذر 3، وتقارنه بالقوة اللي بتأثر. ده كده لو اللوكال ييلدنج طلع انسيف، تستخدم دبلر بليت او ستيفنر. طيب نكمل. الويب لوكال ييلدنج انت عندك المقاومة هنا هتساوي ال تي فلانج بتاعت البليت بتاعت ال تي فلانج بتاعت الكاميرا اسف. كمان هو بيقول ان الفورس بتنتقل من نهاية الفلانج وبتمشي في البليت بميل واحد لواحد، ففي هنا اند بليت، ده ما خدتوش معايا في الحسابات، في هنا اند بليت متوصل في الكاميرا فبيمشي بميل واحد لواحد في البليت ماشي، وبميل واحد لاتنين ونص في العمود ماشي. فلو مشيت بسلوب واحد لواحد فانت كده عندك هتنزل رأس تي بليت وتمشي افق تي بليت، لان الزاوية دي 45، تنزل رأس تي بليت وتمشي أفق تي بليت، يبقى أنت كده مشيت تي بليت وتي بليت اتنين تي بليت زائد التي فلانج بتاعة الكاميرا، يبقى تي فلانج زائد اتنين تي بليت زائد 5 كي، اللي هو 2.5 كي يمين واتنين ونص كي شمال. ده كله ده الطول اللي متأثر من الويب في التي ويب في الإف يلد في فاي، تكون أكبر من السي اللي هي الكمبريشن فورس اللي جاي. طلعت اكبر يبقى خلاص اللوكال ييلدنج كده سيف. كمان في اللوكال كريبلينج، ده تالت تشيك من التشيكات اللي موجوده في الكود. لو انت عندك كونسنتريتد لود بيأثر على اي ممبر، في حاجه اسمها ويب كريبلينج ال 5.7، وفي عندك برضو تلات حالات. الحاله الاولانيه ان اللود ده بيأثر على مسافه اكبر من دي على 2 من نهايه الممبر، الفورس بتأثر على مسافة من نهاية الممبر اللي بتأثر عليه، المسافة دي أكبر من دي على 2، فهتستخدم المعادلة دي في حساب المقاومة. الحالة التانية إن لو الفورس بتأثر على مسافة أقل من دي على 2 من نهاية الممبر ده. الحالة التانية دي فيها حالتين تاني. الحالة الأولانية إن N على دي، ال N هو زي ما حسبناها في المرة اللي فاتت اللي هي التي تي فلانج بتاعت البيم، على دي اللي هو دبس الممبر، وهنا عندنا العمود اكبر من بوينت 2 ولا اقل من بوينت 2. لو اقل من بوينت 2 يبقى انت هتخش في المعادله دي، لو اكبر من بوينت 2 يبقى هتخش في المعادله دي. يبقى انت عندك ثلاث حالات. اول حاله ان الفورس دي بتاثر على مسافه من نهايه الممبر اكبر من دي على 2، فتستخدم المعادله دي في حساب المقاومه. خلي بالك دي الار نومينال، يعني دي اقصى مقاومه، ف لا ما تنساش وانت بتحسب الريزيستنس تضرب في فاي اللي هي 0.7. لو انت عندك اللود بيأثر على مسافه اكبر او اسف اقل من دي على 2 من نهايه الممبر، ففي عندك حالتين. الحاله الاولانيه ان ان على دي تكون اقل من 0.2 تستخدم المعادله دي، ولو اكبر من 0.2 تستخدم المعادله دي. في الكرين جيردر برضو احنا كنا بنشتغل على الحاله التانيه، لأن اللود بيتحرك وبالتالي هيجي عليه وقت ويكون المسافة ما بين اللود أو اللي هو كان الويل لود ونهاية الممبر اللي هو الكرين جيردر كانت هتبقى المسافة دي أقل من دبس الكاميرا على 2، فكنت بشتغل دايما على الحالة دي لأنها الكريتيكال، لأنها تديني مقاومة أقل. بص هنا الأر نومينال 0.1813 وهنا الأر نومينال 0.3، يعني تقريبا الضعف 0.36 وهنا 0.18. ف
كنا بنشتغل على الكيس دي لانها بتدي مقاومه اقل، وهي الكريتيكال، وهتحصل في احتمال انها تحصل. لكن هنا لا، العمود قال لك ان هو بيأثر على مسافه 4 متر من نهايه العمود، فانت عندك كده المسافه اكبر من دي على 2، فتشتغل على المعادله الاولانيه اللي هي كانت الار نومينال 0.363 في المعادله الطويله قوي دي، ودي بتكون جيفن في الامتحان. المعادله دي، معادله الكريبلينج، بتكون جيفن في الامتحان. بتعوض بتي ويب بتاع العمود، تي فلانج الكاميرا على الدبس بتاع العمود، تي فلانج دي اللي هي الان، يعني الان على دي، الان هنا هي التي فلانج زي ما حسبناها في التي ويب على تي فلانج العمود، نص واحد ونص في القوس ده، الجذر ده. بعد ما حسبت المقاومة لازم تكون أكبر من السي، طلعت هنا المقاومة أقل، ضرب 0.7 في الأر نومينال اللي هو حسبها، المعادلة دي طلعت أقل من السي، فكده الكريبلينج ممكن يحصل. طيب الحل إيه؟ إن أنا أستخدم برضو يا إما دبلر بليت يا إما ستيفنر. دبلر بليت هو هياخد التي بليت اللي هيحطه ده بخمسة ملي نص سنتي، وهيشيل أي تي ويب تقابله ويحط مكانها تي ويب زائد خمسة ملي. فهنا التي ويب مثلا كانت 0.71، لما تحط عليها خمسة ملي 0.5 تبقى 1.21. أي تي ويب تقابلك تشيلها وتحط تي ويب زائد تي بليت اللي أنت هتفترضه، وتحسب المقاومة الجديدة لازم تكون أكبر من ال C. أو ده الحالة الأولانية. الحالة التانية ممكن تستخدم ستيفنر زي ما اتفقنا. الستيفنر هيشيل فرق القوة ال C ماينس المقاومة اللي هي ال R C. فأنت لو طرحت ال C اللي هي ال compression force ناقص ال R C يديك القوة اللي جاية على الستيفنر. الستيفنر ده أبعاده B في T في D. ال B هو العرض بتاع العمود ماينس تخانة الويب على 2، وتخانة الاستفنر هي 6 ملي، هو هيفترضها كده، والدبس بتاع الاستفنر هو دبس العمود ناقص 2 دي فلانج بتاع العمود. بعد كده بتعمل حاجة اسمها تشيك لوكال باكلينج، أو اللي هو تشيك النحافة يعني بتاعت البليت ده، إن هو بي على تي لازم تكون ما تعديش ال 25 على جذر اف اي. كمان النورمال ستريس لازم تكون القوه اللي جايه على الاستفنر اصغر من مقاومته. مقاومته اللي هو انت عندك هنا بي ستفنر وبي ستفنر في تي ستفنر، يبقى 2 بي ستفنر تي ستفنر في اف فيلد في الفاي. الشير ستريس لازم تكون المقاومه بتاعه الاستفنر ده أكبر من القوة اللي جاية عليه، القوة اللي جاية هي السي بي، فيبقى عندك 2 دي ستيفنر في تي ستيفنر في الألاوبل ستريس اللي هو 0.6 اف فيلد أو اف فيلد على جذر 3، ده الألاوبل ستريس في الشير. يبقى 5 2 دي ستيفنر دي تي ستيفنر في 0.6 اف فيلد لازم تكون أكبر من الفورس اللي جاية على الستيفنر اللي هي فرق القوة. في الآخر برضو الويب ليه مقاومة اللي هو الـ RC، فالستيفنر هيساعد بإيه؟ إن هو يشيل فرق القوة اللي الويب مش قادر يشيلها، القوة الباقية بقى. آخر تشيك على العمود ده تشيك حاجة اسمها شير بانل زون. الشير بانل زون ده إن أنت بتحسب كأن المومنت اللي جاي عندك ده، أنا هاخد المومنت بس، بيعمل كابل تي هو السي هو المومنت على دبس الكاميرا. هيفترض ان البي ألتمت اللي جاي على العمود النورمال اللي جاي على العمود 20 طن، ده لو ما يعني لازم يديهولك جيفن في المسألة. لو طلب التشيك ده لازم يديك النورمال اللي على العمود بكام لان انت هتستخدمه. وبعدين هتحسب حاجة اسمها 0.4 البيلد. البيلد هي الاريا بتاعة العمود في الاف فيلد، اف فيلد 2.4 اريا العمود او أرية الويب بقى. يعني الشير بانل زون هو انت بتعمل تشيك على الويب، فهتضرب الأرية بتاعت الويب اللي هو تي ويب في
في دبس العمود في ال في الاف يلد في بوينت فور، دي كده بوينت فور البيلد. لو الفورس اللي جاي على النورمال اللي جاي على العمود اقل من بوينت فور البيلد هتستخدم المعادلة دي، دي بتكون جيفن في الامتحان. لو اكبر من بوينت فور البيلد في معادلة تانية برضو بتكون جيفن في الامتحان. هنا اقل فهنقول فاي اللي هي بوينت ايت فايف في تخانة الويب في دبس العمود في بوينت ستة الاف يلد لازم تكون أكبر من القوة اللي بتأثر دي اللي هي السي أو التي اللي هي 1924، يبقى كده سيف. لو أنسيف برضو ممكن تستخدم ستيفنر، ستيفنر بيشيل فرق القوة ما بين القوة اللي بتأثر والمقاومة. في الآخر بعد ما خلصت التشيكات دي أنت بتوحد بقى، يعني أنا مثلا عندي في الفلانج بندنج استخدمت دبلر بليت ماشي، طب لو استخدمت ستيفنر خلاص ماشي. في ناحية الكمبريشن لو استخدمت ستيفنر في اليلدينج يبقى أكيد يبقى الفاينل كونكشن بقى هيبقى فيه هنا ستيفنر بتخانة معينة وأبعاد معينة أنت حددتها من الفلانج بيندنج، وهيبقى فيه هنا ستيفنر بتخانة معينة وبرضو بأبعاد معينة على حسب أنت طلعتها من التشيكات، بحيث إن هو يكون سيف يلدينج وكريبلينج وشير بانل زون. طب لو استخدمت دبلر بليت يبقى برضو في هنا دبلر بليت عند الفلانج وفي دبلر بليت عند الويب ناحيه الكومبريشن لو انت طالع عندك العمود ده ان سيف، لو الويب مثلا رفيع شويه مش قادر يقاوم. دي كانت المساله الاولى وهي نوع الوصله extended end plate connection. في مساله تانية اللي هي flushed connection. لو حد عنده سؤال في المسألة الأولى يسأل قبل ما ندخل على المسألة الثانية. لو حد عنده سؤال تمام يا باشمهندس. تمام ماشي نكمل. المسألة التانية هي flushed connection using flushed end plate design ال bolted وال welded connection وبرضو check ال column safety بتاع العمود column safety. هو هنا بقى بيقولك المسامير اللي انت ممكن تستخدمها M16 grade 10.9 وبرضو الثريدز اكسكلودد من الشير بلين، وبيقول لك ان الستريننج اكشنز اللي بتاثر دي فاكتورد التيميت. يعني هنا هنستخدم بروسيدور تاني في الحل. اتفضل. مش وحضرتك ايه الفرق ما بين النوعين، المساله الاولى والمساله الثانيه؟ المساله الاولى احنا قلنا اهم ما يميزها ان البليت ممتد شويه ناحيه التنشن وفي مسمارين بره الفلانج. ده كان النوع الاولاني، يعني ده النوع الاولاني الشكل بتاعه مميز بالشكل ده ان البليت ممتد كده وفي مسامير بره التنشن فلانج. غالبا بيكون في اربع مسامير ناحيه التنشن وممكن يكونوا زي ما قلنا 8 على حسب، ممكن يكون البليت عريض قوي يعني فيحطوا 8 مسامير. المهم ان المسامير اللي ناحيه المسامير اللي ناحيه التنشن دي هي اللي بتنقل القوه التنشن للعمود. ناحيه الكومبريشن بنكتفي باثنين وممكن اربعه لظروف التركيب في الموقع، ودي مش مهمه غير انها بس تثبت البليت في العمود. لكن المسامير اللي ناحيه التنشن دي هي بتعمل بشكل اساسي انها تنقل القوه التنشن فورس للعمود. الشكل التاني ده او النوع التاني من المسائل او النوع التاني من الوصلات انتوا هتدرسوا بس النوعين دول السنه دي. يعني في انواع من الوصلات كتير، طبعا الوصلات في اشكال كتير جدا منها وفي وصلات معقده جدا، انتوا بس هتاخدوا النوعين دول اللي هو الاكستندد والفلاجد. ده غير دي كده الوصلات المومنت بيعمل عليها تنشن كومبريشن. في بقى وصلات تانية بتعمل عليها تورشن، دي هتاخدوها ان شاء الله المحاضره الجايه. فالنوع التاني ده بيكون المسامير
ما بين فلانجات الكاميرا، يعني بكامل كده دبس الكاميرا، مفيش مسامير بره الفلانج. فده النوع اللي هو الفلاجد، فلاجد كونكشن. النوع ده ليه بروسيديور تاني في الحل. البروسيديور الاولاني ان احنا كنا بنحول المومنت والنورمال لتنشن وكمبريشن. النوع التاني ده لا، انا هحسب كل مسمار شايل فورس قد ايه من المومنت والنورمال على حسب بعده عن الكمبريشن فلانج بتاعة الكاميرا دي. فلو جينا هنا مثلا هنصمم برضو اللحام. اللحام في البروسيدور التاني برضو مختلف شوية. احنا في البروسيدور الاولاني برضو حولنا المومنت التنشن وكمبريشن زي ما قلنا، كنا بنشوف النورمال الاعلى فيهم التنشن ولا الكمبريشن، وكنا بنقسمه على الاريا ويلد اللي بتقاوم اللود ده. كنا نحسب نورمال ستريس نقارنه بالالاو، كمان في شير، فكنا بنقول ان الشير بيتشال بالويب او اللحام اللي هو يمين وشمال الويب، فبيبقى في شير ستريس على اللحام الرأسي، كنا بنحسب الشير ستريس عليه ونقارنه بالالاو ستريس. النوع التاني او البروسيدور التاني ده هو انك بتشوف مقاومة اللحام من او الاسترس اللي جاي عليه من المعادلة العامة بتاعت حساب النورمال استرس، وهي المعادلة اللي بتقول M في Y على I، اللي هو المعادلة بتاعت حساب الاسترسز اللي انتوا خدتوها في structure، اللي هو الاسترس بيساوي M في Y على I plus or minus N على A. ده كان معادلة عامة لحساب الاسترس عند أي نقطة، نورمال استرس عند أي نقطة. فلو افترضنا مثلا إن أنا عايز أحسب النورمال استرس عند نقطة واحد اللي هي أبعد نقطة عن المحور X، ده محور X اللي هو المحور اللي بيلف حوالين المومنت. لو خدت أبعد نقطة عن أبعد نقطة في اللحام ده عن محور X، يبقى أنا كده بجيب أقصى نورمال استرس جاي على اللحام ده. كل ما المسافة دي تزيد كل ما الاسترس ده يزيد. فالمومنت اللي عندك اللي هو 500 سنتيمتر طن، الاتش اللي هو دبس الكاميرا على 2 زائد السايز بتاع اللحام. دبس الكاميرا على 2 توصل هنا كده لحد التوب فلانج، تزود تخانة ايه او سمك اللحام، سايز اللحام ده كله مقسوم على اي اكس بتاع اللحام. هنشوف دلوقتي بنحسبه ازاي. هتجمع عليه ليه؟ هتجمع انت عندك الفورس هنا نورمال كومبريشن، والنقطة اللي انت تحسب عندها قلنا ابعد نقطة عن المحور، فانا عندي ابعد نقطة ممكن تكون هنا او هنا، انا عندي تنشن فوق وكومبريشن تحت، خلاص انا هخلي نقطة واحد هنا، يبقى انا نقطة واحد دي مش هنا، لا دي نقطة واحد هنا، اعلى نورمال ستريس ناحية الكومبريشن. ليه؟ لان انا عندي كومبريشن اصلا جاي على الكاميرا نورمال. فهجمع النورمال اللي هو هنا 10 طن مقسوم على area weld total، area اللحام كاملة هتشيل النورمال اللي جاي عليه. لو جمعت تأثير الاتنين دول هتحسب الاسترس اللي جاي على اللحام النورمال، بس ده عند ايه؟ عند ابعد نقطة عن محور x. طيب النقطة دي احنا قلنا الشير بيشيله الويب، فالشير هيشيله الجزء اللي في الويب ده، يبقى انا عندي الحتة دي بعتبر ان معلها الشير stresses. فنقطة واحد اللي هي هنا المفروض ان تحت مش فوق دي عليها نورمال ستريس بس، خلاص انا هحسبه وهقارنه بالالاو اللي هو 0.7 في 0.4 اللي هو 5.4 الاف التيمت بتاع الحديد، طلع سيف. طيب في نقطة تانية انا عندي عليها شير وممكن احسب عليها نورمال. انا قلت ان انا ممكن احسب النورمال ستريس عند اي مكان لان الواي دي متغيرة، ممكن اخلي الواي دي هي النقطة هنا اللي هي نقطة 2 دي. فانا هعمل كده، هقول ان نقطة 2 دي جاي عليها نورمال ستريس وشير ستريس. ليه؟ لانها في الويب، اللحام ده في الويب. فالنورمال ستريس هيساوي المومنت في المسافة الواي، الواي دي بتساوي ايه اللي هي 0.8 اتش اللي هو ارتفاع اللحام ده على 2، يديك النقطة دي. المفروض النقطة تحت برضو لانها ناحية الكمبريشن، عشان هاخد تأثير الكمبريشن بالبلس، ده يزود لي نورمال ستريس زاد ان على اريا توتال، قرية اللحام كاملة.
لو حسبت ده هيطلع لك 0.69 طن على السنتيمتر مربع. الشير ستريس هيساوي الشير فورس اللي هي 3 طن مقسومة على أريت اللحام اللي بتقاوم اللي هي الأريا الرأسية 2 في 0.8 اتش في اس ويب. هتلاقي هنا هو حاسبها الأريا ويب فيرتيكال 2 في اس ويب في 0.8 الدبس، أريا ويلد هوريزونتال، وحسب أريا ويلد هوريزونتال هو مجموع الاتنين. الأريا ويلد هوريزونتال هو السايز بتاع اللحام في الفلانج مضروب في البي فلانج زائد 0.4 البي فلانج في السايز. انت عندك البي فلانج في السايز دي بتتكرر مرتين، فهنا ضرب الاتنين بي، البوينت فور البي دي تتكرر 4 مرات فانا ضرب في بوينت فور. في الاس برضو بتفرض السايز ده، ممكن الاس فلانج تاخدها بسنتي بالماكسيمم ليها اللي هو المينيمم ثيكنس ما بين الحاجتين اللي بيتلحموا مع بعض، والاس خدها ب5 مللي. طيب الاي اكس بتاع اللحام بقى، تعال نشوف كده الاي اكس بتاع اللحام ده يتحسب ازاي. انت عندك المستطيل عموما، لو عندك مستطيل عايز احسب المومنت اوف انرشيا حوالين محور اكس، الاي اكس بتساوي ايه؟ هسمي مثلا ده بي وده اتش، فهقول الانرشيا بتاعت المستطيل هي الموازي اللي هو بي حوالين محور اكس، يعني الموازي بي في العمودي على محور اكس اللي هو اتش تكعيب على 12. طيب لو كان محور اكس ده او المحور اللي انا بحسب عنده ده مش في السي جي بتاع الشكل، مش في السي جي بتاع المستطيل، احسب بقى الاي اكس هنا ازاي؟ احسب الانرشي عادي بتاعة المستطيل كأني بحسب حوالين السي جي بتاعه اللي هو موازي في العمودي تكعيب على 12. هيزيد بس عليه ترم ان انا هنقل المحور بتاعه ده للمحور الجديد بتاعي كأني بنقل الشكل ده هنا. فترم نقل المحاور ده عبارة عن الاريا بتاعة المستطيل اللي هو بي في اتش في المسافة دي، المسافة ما بين سي جي المستطيل والمحور اللي انا بحسب عنده سكوير، يبقى في واي سكوير. طيب انا عندي اللحام عبارة عن مستطيلات، عندي الحام كده فوق اللي هو بي فلانج في السايز، عندي مستطيلين كمان تحت كده اللي هو بوينت فور وبوينت فور في اس فلانج، عندي كده مستطيلين جنب الويب، والكلام ده بيتكرر تاني تحت. عبارة عن مستطيلات، هاجي احسب انا اي اكس حوالين المحور ده كده بتاع اللحام. الاي اكس بقى هتساوي ايه؟ هناخد مثلا المستطيل اللي هو الرأسي ده ابعاده ايه 0.8 دبس القطاع في السايز بتاع اللحام اللي هو في الويب، يبقى الموازي اللي هو السايز اس ويب في العمودي، الموازي في العمودي تكعيب على 12، ده في 2 لان هم مستطيلين كويس. طب في تيرمينال محاور؟ لا، لان السي جي بتاع المستطيل ده هو نفسه السي جي بتاع الشكل كله اللي بحسب حواليه. طيب بعد كده اخش على المستطيل مثلا الكبير ده، يبقى زائد الموازي اللي هو بي فلانج في العمودي اللي هو السايز تكعيب على 12 زائد الاريا بقى، لان في تيرمينال محاور لان السي جي غير منطبق على المحور اللي انا بحسب عنده. فهنقل المحاور ازاي؟ اللي هو الاريا بي فلانج في اس فلانج في المسافة سكوير، المسافة دي كده لحد المحور اللي انا بحسب عنده سكوير، هسميها واي وان مثلا. واي وان دي هتساوي ايه؟ هتساوي نص دبس القطاع اوصل لهنا، ده كده التوب فلانج بتاعي، زائد نص السايز بتاع اللحام، يبقى اتش على 2 زائد الاس فلانج
على 2 كل سكوير. الترم ده بيتكرر مرتين فهضربه في 2، زائد هاخد بقى المستطيل الصغير ده. المستطيل الصغير ده عبارة عن ايه؟ عرضه 0.4 البي فلانج، يبقى الموازي 0.4 بي فلانج في اس فلانج اللي هو العمودي تكعيب على 12، زائد في ترم من اقل محاور لان سي جي غير منطبق على المحور اللي بحسب عنده، فيبقى الاريا اللي هي 0.4 البي فلانج في اس فلانج في المسافة اللي هي واي 2 مثلا، هنسمي دي واي 2. واي 2 دي بقى هتساوي ايه؟ هتساوي دبس القطاع على 2 وصلت للتوب فلانج. هطرح تخانة فلانجة يبقى أنا وصلت للحام من فوق كده، هطرح نص تخانة لحام يبقى اتش على 2 دبس القطاع على 2 ناقص تي فلانج ناقص اس فلانج على 2، ده كله سكوير. الترم ده بيتكرر 4 مرات فهضربه في 4، ده كده حساب الاي اكس بتاع اللحام اللي انا هستخدمه في حساب النورمال ستريس على اللحام. طيب نرجع كده للحسابات. فاحنا كده حسبنا الاريا اللحام الكلية والاي اكس بتاعت اللحام، عملنا تشيك ستريسز اللي هو نورمال ستريس عند ابعد نقطة عن المحور ودي كده عليها نورمال بس، لو عملت تشيك على النقطة التانية اللي في الويب هيبقى عليها نورمال وشير. فالنقطة الاولانية دي هيبقى عليها نورمال بس، النقطة التانية عليها نورمال وشير، هاخد انتر اكشن ما بينهم، هاخد تأثيرهم الاتنين مع بعض طالما بيأثر عندي نورمال وشير. فلو جيت تاخد تأثيره ما ينفعش تجمع نورمال على شير، يعني لو تفتكروا في المسألة اللي فاتت المسمار عليه نورمال عليه تنشن وعليه شير، فكنا بنقسم كل فورس على الألوبل بتاعها سكوير منفصل أو نجمعهم. هنا هنقول هنحول الشير ستريس لنورمال ستريس، زي ما قلنا إن الشير ستريس بيساوي النورمال ستريس على جذر 3، الالو شير هو الالو النورمال على جذر 3. فيبقى كده تعالوا نكتبها، عندي اللحام عليه نورمال وشير، نورمال ستريس اللي هو اف كان بقيمة وشير ستريس كيو كان بقيمة. النورمال ستريس كان حساباته ام في واي على اي، طالما ام اكس يبقى اي اكس بتاع اللحام، زائد علشان اخد تأثير النورمال معايا على اريا ويلد توتال. الشير كان الكيو اللي بتأثر على area weld vertical، اللي بيقاوم الشير هو ال vertical weld بس، أنا بعتبر كده يعني لأن معظم الشير بيتقاوم بيه الويب يعني. طيب أنا عندي كده normal stress و shear stress بيأثروا، أخد تأثيرهم مع بعض إزاي؟ بـ interaction. ال stress بقى هيساوي جذر f square زائد 3 كيو سكوير. انت كده حولت الشير ستريس لنورمال ستريس. طب ازاي؟ انا عندي الشير ستريس قلنا بيساوي النورمال ستريس على جذر 3، يبقى النورمال ستريس بيساوي جذر 3 كيو، لو ربعت ده يبقى هتربع ده، يبقى هيساوي 3 كيو سكوير. فانت كده دي 3 كيو سكوير اهي، ده كده النورمال ستريس المكافئ للشير، وده الشير ستريس اللي انت حسبته ايه، يبقى f سكوير زائد 3 q سكوير تحت الروت، ده يكون اقل من او يساوي 5.4 ال f ultimate بتاعت الحديد، بس بتضرب هنا في 1.1 بتزود الالاو شوية. يبقى انا كده عملت تشيك على اللحام نتيجة النورمال ستريس اللي جاي عليه ونتيجة الشير اللي جاي عليه برضه.
ده بالنسبة للحام. حد عنده أسئلة؟ حد عنده أي سؤال في الجزء ده؟ نخش على المسامير. احنا قلنا الفورس دي بتأثر على الكاميرا، اللحام بينقل القوة من الكاميرا للبليت. خلاص احنا صممنا اللحام وتأكدنا ان هو يقدر ينقل القوة دي. القوة دلوقتي في البليت عايزة تتنقل للعمود، بتتنقل عن طريق المسامير. الطريقة اللي احنا هنحسب بيها بقى القوة على المسمار، الطريقة دي بتقول ايه؟ بتقول ان القوة اللي انا هفترض او هحسب القوة التنشن فورس اللي جاي على كل مسمار ببعده عن الكمبريشن. المسمار البعيد خالص عليه اكبر تنشن فورس، منطقي يعني انت عندك المومنت جاي بيأثر كده على البليت، فالبليت ده عايز يحصل له بيندنج بالشكل ده بالخط ده كده. فالمسمار البعيد ده هيقاوم اكبر مقاومة، يبقى عليه اكبر تنشن، بعد كده اللي بعده واللي بعده وهكذا. طب ازاي احسب القوة على المسامير كده؟ قالك ببساطة هتشوف بعد كل مسمار عن مكان تأثير الكمبريشن اللي هو السي في ده، اللي هو في نص الفلانجة بتاعة الكاميرا، في نص الفلانجة بتاعة الكاميرا. ف واي خمسة اللي هو أول مسمار ناحية الكمبريشن ده هيساوي إيه؟ هيساوي الـ TB اللي هي تخانة الفلانجة على 2 زائد الـ pitch distance على 2 اللي هو نص الـ pitch distance. المسافة دي بين المسامير pitch distance، المسافة بين المسمار والكاميرا اللي هو الـ edge دي هياخدها P على 2، مش فارقة يعني. فأنت في الأول لازم تكون محدد إيه هو الـ edge distance والـ pitch distance. فهو هنا خد الـ pitch distance، هو depth خدها الأول بثلاث مرات القطر، ثلاث مرات قطر المسمار اللي هو 16، فرضها كده، وبعدين حسب عدد المسامير n على 2 اللي هو في الناحية الواحدة بتساوي الـ depth، depth الكاميرا minus 2 T flange مقسوم على 3 الفايل اللي هو الـ pitch distance اللي فرضها. كويس كده، حسب عدد المسامير في الناحية الواحدة طلع له 5.2، قربها لخمسة، قربها يبقى هيحسب بقى الـ pitch distance الحقيقية. طالما قرب المسامير، قرب عدد المسامير، يعني لو كان طلع 5 على طول يبقى خلاص، يبقى الـ pitch distance هي بتلاتة، 3 الفاي. لكن أنا قرب عدد المسامير سواء بالزيادة أو بالنقص، بس هنا ما ينفعش بالزيادة، لأنه لو خدها 6 مسامير الـ P هتقل عن 3 مرات قطر المسمار، وده المينيمم أصلا، يعني مينيمم pitch distance 3 مرات قطر المسمار، ما ينفعش تقل عن كده. فعدد المسامير اللي هيطلع لك ان على 2 ده لو طلع كسر قربه للاقل، هنا اخده بخمسة، هيحسب بقى الـ P actual اللي هو الـ pitch distance الحقيقية أو الفعلية، بتساوي الـ DB اللي هو depth الكاميرا minus 2 تخانة الفلانجة مقسوم على ان على 2 اللي انت حسبتها اللي هم عدد المسامير اللي هم 5، هيطلع 5 سنتي. خلاص يبقى المسافة بين المسامير دي 5 سنتي. عرض البليت برضو زي ما قلنا ممكن ياخده نفس عرض الفلانجة أو ممكن يزود عليه سنتي يمين وسنتي شمال. في حسابات البراينج فورس احنا كنا قلنا في التجربة كان قايل يعني ان العرض اللي بيخدمه المسمار الواحد، وهنا العرض اللي بيخدمه المسمار الواحد هو المسافة بين المسمارين وهو الـ pitch distance، ده كده العرض اللي بيخدمه المسمار الواحد من البليت. المسافة من سنتر المسمار ونهاية البليت هو ايه؟ المسافة ايه؟ رمز مدينه رمز ايه؟ المسافة من سنتر المسمار والكاميرا هو بي، بحيث ان ايه وبي لا يقل عن 1.5 الفايل اللي هو الاي مينيمم. فهو هنا هياخد البي باتنين مرة القطر، بمرتين القطر 3.2 سنتي. انت ممكن تفرضها اي حاجة،
عايز تفرضها مره راس بريمير ماشي، والله مفيش مشكله افرضها اي حاجه. بعد كده تحسب الاي او تفرضها برضو، بس هو هنا يعني طالما انت فرضت البي فدي بي ودي بي، يبقى تقدر تحسب الاي من بقى من المعادله اللي هي عندك العرض كله ناقص 2 بي ماينس تخانة الويب، ده كله مقسوم على 2، تقدر تحسب الـ A اللي هي المسافة من سنتر المسمار لنهاية البليت. فأنا كده حسبت كل الرموز اللي أقدر أستخدمها في حسابات البراينج فورس. كده أنا حسبت كل الرموز الـ A والـ B والـ وال W. قلنا ال W هو العرض اللي بيخدمه المسمار الواحد من البليت، هو ال Pitch Distance هنا، هو المسافة بين المسامير. كده انا حسبت كل حاجه بحيث ان انا اقدر احسب البراينج فورس. طيب نرجع بقى تاني، انا الاول ما حسبتش اصلا القوه اللي جايه على المسمار نتيجه المومنت والنورمال. فاحنا قلنا واي 5 هي بتساوي بي على 2 اللي هو نص البيتش ديستانس، هو هياخد المسافه بين المسامير بي والمسافه بين المسمار والكاميرا بي على 2. فبي على 2 زائد تي بليت على تي فلانج على 2 اللي هو مكان تاثير السي بي، تي فلانج بي على 2. كده حسبت واي في 5، واي 4 هتبقى واي 5 زائد بيتش ديستانس، واي 3 هتزود كمان بيتش وهكذا، يبقى واي 4 هي 3 زائد 5 سنتي اللي هو البيتش ديستانس بي اكتشوال بقى، وهكذا تقعد تزود بيتش لحد ما توصل لواي 1 اللي هو ابعد مسمار عن الكومبريشن، ده هيكون عليه اكبر فورس. بعد ما حسبت الوايات بتاعه المسامير هتحسب سيجما واي سكوير، تاخد كل واي 3 سكوير زائد 8 سكوير 13 سكوير 18 سكوير 23 سكوير وتجمعهم، وبعدين هتعمل تشيك على التنشن فورس اللي جاي على المسمار. طب التنشن فورس بقى هتساوي ايه؟ هتساوي المومنت. القانون ده غلط، هتساوي المومنت في واي اللي هو الواي بتاعت المفروض بقى ابعد مسمار. انت ممكن تحسب التنشن فورس اللي جاي على المسامير كلها، انت عندك المومنت 500 وعندك الواي بتاعت كل مسمار وعندك سيجما واي سكوير اللي هو 2 سيجما واي سكوير، يبقى التنشن هيتساوي المومنت في واي على 2 سيجما واي سكوير المفروض بقى ناقص الكومبريشن اللي جاي اللي هو ال 10 طن اللي هو السي التيميت ده على ان عدد المسامير اللي هم 10 5 و5. فالمفروض التنشن فورس، القانون ده غلط، تنشن فورس بتساوي المومنت اللي جاي على المسامير في واي اللي هو بعد المسمار عن السي بي او الكمبريشن فلانج، الكمبريشن فورس نتيجة المومنت اللي هو في نص الكمبريشن فلانج مقسوم على 2 سيجما واي سكوير ماينس، لان هنا في كمبريشن فورس ان على عدد المسامير اللي هم 10. تحسب التنشن فورس دي تقارنها بالار تنشن اللي جاي على المسمار اللي هي 5.8 ال F ultimate، ده الالاوبل تنسايل سترينث بتاعت المسمار في ال AS اللي هي 0.78 بقى على 4 دايمتر سكوير. كده انت حسبت مقاومة المسمار الواحد في التنشن، وحسبت القوة اللي جاية على أكبر قوة اللي جاية على المسمار اللي هو الكريتيكال بولت اللي هي تي واحد. تقارنهم ببعض لازم تطلع أقل من الأور تي، انت كده سيف. في نفس التجربه اللي بيحسبوا فيها البراينج فورس دي، لقوا ان الكومبريشن الفلانج اسف بتاعه الكاميرا دي، هنا التنشن فلانج، التنشن فلانج دي بتعمل ستيفنينج للبليت، فبتمنع البليت ان هو يحصل له الديفورميشن اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع البليت، بتمنع الجزء القريب منها يعني الجزء اللي حوالين الفلانج ده بيكون ستيفند بالفلانج بتاعه الكاميرا، وبالتالي ما بيحصلوش الديفورميشن نتيجه التنشن، البليت ده ما بيحصلوش ديفورميشن نتيجه التنشن، وبالتالي ما فيش براينج فورس هتاثر على اول صف مسامير. لكن بعد ما بتبعد عن الفلانج شويه البليت ده بيحصل له بيندنج نتيجه ان في تنشن في تي 2 وتي 3 في تنشن، والفلانج بتاعه الكاميرا بعيد فهي عاملة ستيفنينج بس للجزء اللي حواليها، يعني أول صف مسامير ده مش هيتأثر بالبراينج فورس لأن البليت ما حصلوش بيندنج. لكن بعد كده في تنشن فورس مثلا على الصف التاني ده بقيمة تي 2 وقيمة عالية، البليت هيحصل له بيندنج، وبالتالي
برضه هيخبط في الفلانج بتاعة العمود زي ما قلنا، بس المرة دي البليد عايز يطلع لبره كده نتيجة التنشن، والإدج بتاعه ده عايز يرجع لورا، الإدجات عايزة ترجع لورا، فتضغط في الفلانج بتاعة العمود أثر على رد فعل اللي هو براينج فورس. فالبراينج فورس هنا هو بيقول لك هنا إن البراينج فورس للفيرست توب بولتس كان بي إجنور، لأن الإند بليد ده ستيفند بالفلانج، بالفلانج بتاعة البيم. فإحنا هنهمل تأثير البراينج على أول صف مسامير تحت الفلانج على طول، تاني صف هناخد فيه تأثير البراين. طب تاني صف ده الفورس عليه بكام؟ سهلة، تي اتنين تساوي المومنت في واي اتنين، بقى واي اتنين المرة دي على اتنين سيجما واي سكوير ناقص، لأن عندي هنا كومبريشن فورس، ال سي يو اللي هي ال سي ألتيميت دي على ان اللي هم 10 مسامير. تقدر تحسب تي اتنين، بعد كده هتحسب البراينج فورس من القانون ده، وهتضرب في تي اتنين اللي هو التنشن فورس اللي جاي على المسمار اللي هيجي عليه او اللي هياخد فيه تأثير البراينج. ال A وال B خلاص انا حسبتهم، اللي هو المسافة ما بين المسمار ونهاية البليت، والمسافة ما بين المسمار والكاميرا، دي ال A ودي ال B. وقلنا A و B ما ينفعش يقلوا عن ال minimum edge distance اللي هي 1.5 الفاي. ال W قلنا العرض اللي بيخدمه المسمار الواحد من البليت، وهو ال pitch distance في الحالة دي. ال T plate هنفرضه ب 2 سنتي برضه. ال AS هو area المسمار في الثريدد، في الجزء الثريدد اللي هو 0.78 باي على 4 في الدايمتر سكوير. بعد ما حسبت البراين فورس هتجمع تأثيرها على، هنا بيقول لك ان ال W هي ال pitch distance، وال A وال B هو حسبهم في الحسابات اللي فاتت دي زي ما قلناهم. وعندك ال AS اللي هي 0.78 باي على 4 في الدايمتر سكوير، وال T plate هياخدها ب 2 سنتي، هيفرضها دلوقتي لحد ما يحسب المينيمم ثيكنس اللي عايزه للبليت ده كام. بعد ما حسب البراينج فورس طلعت 1.08 طن، هيجمعها على تي 2 زي ما قلنا، تاني صف مسامير تحت الفلانج هو اللي هيتأثر بالبراينج، تي 2 زائد بي لازم تكون أقل من الار تنشن بتاعة المسمار الواحد، أقل يبقى سيف. لازم برضه تشيك شير على المسامير، فالشير هتقارنه بار سنجل شير وار بيرنج. انت عندك ار سنجل شير اللي هي 5.5 الاف التيمت عشان ده جريد 10.9، في الاي اس اللي هي باي على 4 في الدايمتر سكوير لان الثريدز اكسكلودد، وهو قال كده في المساله دي كده. ار سنجل شير، ار بيرنج اللي هي 5 في دي في تي مينيمم في الفا في الاف التيمت بتاع البيز بليد، تاخد الار ليست وتقارنها بالشير فورس على عدد المسامير كلها، كل المسامير هنا بتقاوم الشير بالتساوي، فيبقى عندي الشير فورس اللي بتأثر على عدد المسامير كاملة لازم تكون أقل من الأور ليست. يبقى أنا كده عملت تشيك تنشن تشيك شير، لازم أعمل انتراكشن ما بينهم. أنا عندي المسامير عليها تنشن وشير، فهعمل انتراكشن، هيبقى عندي الفورس على الالاوبل سكوير وتجمعهم على بعض، الالتيميت شير اللي هو كيو التيميت مقسوم على عدد المسامير في مقاومه المسمار الواحد للشير. زي ما قلنا احنا بنستخدم هنا ار شير مش ار بيرنج، ومش الاقل ما بينهم، يعني دايما بستخدم الار شير. يبقى كيو التيميت على ان في ار شير كل سكوير زائد التي ماكسيمم. ايه تي ماكسيمم دي؟ انت عندك في حالتين، في عندك اول صف مسامير جه عليه تي واحد، تاني صف مسامير جه عليه تي اتنين زائد براينج، تي اتنين زائد براينج ده تاني صف مسامير، هتاخد الكبير ما بينهم. ممكن تي واحد تطلع اكبر من تي اتنين زائد بي، فانت هتاخد الكبير ما بينهم، شوف الكبير وخده. الكبير ما بينهم على المقاومة بتاعة التنشن للمسمار الواحد الكل سكوير ده مجموعهم لازم يكون اقل من واحد. يبقى انت كده سيف. بعد كده هنعمل بقى تشيك سيفتي على البليت، زي ما قلنا برضو بنحسب المومنت M1 اللي هو البراين فورس في الـ A في المسافة A،
ده كده المومنت عند المسمار ده ام واحد. ام اتنين بنحسبه عند مكان تأثير القوة وهو بيساوي بي في A بلس بي ماينس تي اتنين زائد بي في بي. هتحسب الحسبة ديت هتطلع لك في الآخر بي في A ماينس تي اتنين في بي. هتاخد الماكسيمم ما بينهم وتحسب بي المينيمم بليد ثيكنس، ده المينيمم ثيكنس ريكوايرد للوصلة دي للإند بليد ده. سكوير روت 4 ام ماكسيمم على فاي في دبليو اللي هو العرض اللي بيخدمه المسمار الواحد، وهو في الحالة دي البيتش ديستانس في الاف فيلد، وال 5.85. المينيمم بليد ثيكنس لازم يكون اقل من اللي انا فرضه. طب لو طلع اكبر خده، خد الفاينل بقى ثيكنس هو الاكبر ما بينهم، ما بين المينيمم وما بين اللي انت فرضته. الكبير هو اللي انت هتوحده على الوصلة دي. بعد كده تشيك كولوم سيفتي نفس الكلام، هتعمل تشيك فلانج بيندنج ولوكال ييلدنج وويب كريبلنج وتشيك على الشير بانلز، نفس الكلام بتاع المسألة اللي فاتت. لو حد عنده أي سؤال. تمام يا باشمهندس. تمام.